خاصة باحترام النشيد الوطني للدول التي يعني تستضيف الجزائر. سي قندوز فوالا اكزاكتومون. هذه إشكالية والله أنا صدقوني أنا نكون حاضر في اللقاءات الرسمية ويكونوا حاضرين معايا أحيانا وزراء الدول هذه، شفت هذاك يعني العرق البارد هذاك تاع الحشمة، أقسم بالله غير ما نعرف كيفاش ندير. اسكو فوز ايماجيني كو وين راه الإشكالية؟ كالي لو بروبليم أنت اللي تصفر على لي من ناسيونال؟ حنا سافرنا في دول واحدة أخرى في كثير من الدول الاحترام التام. علاش هذه الإشكالية؟ وبالتالي علاش راني نطرح في هذه الإشكالية هذه؟ هذا نداء رجاء التماس الى كل الاسرة الاعلامية، نوزافون ينتظرونا مواعيد مهمة جدا. الرجاء الانخراط التام تاعكم كاملين في كل مناسبة في كل موضوع تتناولوه الا وجانبيا والله في المقدمة تفتح القوس نتاع نطلبوا من الناس انها تحترم الاخر، تحترم النشيد الوطني اللي هو رمز سيادة الدول. يعني كاين بعض الدول اللي عندها في قوانينها اذا لم يحترم النشيد الوطني تاعها تنسحب من وهذا الامر راح يخلينا تتعرض الجزائر الى دي سانكسيون من طرف الاتحادات الدوليه، وربما نحرم من تنظيم مواعيد رياضيه اللي رانا احنا نامل انه بعد الشان وبعد الكان دي سيت انه نزيدوا ثاني اون سوميسيوني بور لا كان 2025 ونزالون بريزونتي نوتر دوسي ديسي لو 16 ديسمبر.